كانت كل مدينة بلد اللي تشاهدوها الآن عبارة عن قرى ومزارع وبساتين. بعد 1800 بدأ السكان ينتقلون من جوار مرقد السيد محمد عليه السلام إلى داخل مدينة بلد. لما أنشئت المدينة أصبحت بأربعة أطراف، اللي هي طرف باب الخان اللي هو خان بيت كبة، وطرف باب السور، وطرف المربعة، وطرف العطاري. هاي البيوتات كانت محاطة بسور، وكانت درابين ضيقة لأن ماكو هندسة معمارية، درابين ضيقة تجمع هاي البيوت كلها. والله احنا هسه حاليا بهاي المنطقة، انا من كنت صغيرة انا هنا، اهلي هناك، وانا هسه ما اقدر من اروح شي وين بعيد واجي ضايجة، يعني اجي لازم اجي لهنا، قبل اجي لهنا اضوج اروح بعيد، وين ما اروح متعلقة بهاي المحلة، لان هاي مال اجدادي، هاي منطقة قديمة كلش، واحب هنا اقعد، والجوارين كوش جوارين، هاي برمضان ناس تنطي الناس، وذكريات جدي من كان جدي مهدي قبل رجال كبير، كان يقعد هناك، هناك هاي كان دربونه، يقعد هنا وهنا الرياجل يقعدون هو على الأرسي.